سنوات من عمر المأساة، ولا يزال لاجئي سوريا بمخيمات الشتات عم بيعيشوا الحياة بأبسط الظروف، وعم يمضوا شهر رمضان تلو الآخر بأصعب الأحوال. في مثلا مثل ما شايفة في زينة رمضان وشي، وأنه مناسبة نعطيهم درس أول رمضان ورمضان شوف شي. في نسبة منيحة من الأطفال يعني صايمين هون، الناس أغلبية صايمين هون، والحركة بتصير من العصر وورا يعني. والله رمضان ديكي شمس وهذا وقاعدين يعني، لا شغلوا عملوا وما وشمس، لا في عنا مراوح لا في عنا شيء. بعض مرات يعني بدنا مي، كنت حانا اللي ما في بخزنات مي يعني، برادات ما في يعني، قليل بتلاقي عند واحد أو اثنين ثلاثة. نخجل أنه نروح نقول مثلا لجارنا أو أي شيء عطينا أنه مي باردة، بتجوا عم يعبونا خزان ما بكفينا. نحن عم نصوم لربنا، وشوب عم يذبحنا الشوب هون، وقاعدين بخيم، الخيم نار. داخل كل خيمة بمخيم جراحية بالبقاع في قصص وحكايات، قصص أمهات بالكاد عم يتدبروا أمور السفرة الرمضانية. عندي 10 أولاد، نص فاطر، الكبار صايمين وصغار مفطرين. لهدول ما يحسن صوم، فكر قبل بيوم شو بدي أعمل لهم أكل، ومو كل الأولاد مثلا، كل واحد بده أكل شكل. بدي أشتري لأولادي بدي 300 دولار، هاي إذا يعني وسط مثلا لأولادي، بس بجيب له من الدولار ما بحرمه. جبتي لواحد أي غرض، بنطلون أو شحايطة أو شغل، بدون الكل. في عندي أولاد عم يروحوا بيعوا محارم، جيبوا لي يعني حق الخبز حق الطبخة هيك. يعني أحيانا ما أمن عليهم إلا يرجعوا للبيت من سيارة من شغل. ومع صوت الأذان بتنزل دمعة أمهات أخريات فقدوا أولادهم وتفككت عائلتهم. ابني راح بالحداث، راح وأنا جا ربي أولاده. يحل علينا الفطور، تقول حال علينا الحزن. تلاقي أمي بتقعد بتبكي على أخواتي، بتبكي على وراح لنا واحد من أخوتي بأول الأحداث. أبكي عليه على طول، خربت عيني قد ما بكيت. أول رمضان نقعد كلنا سوا، أخواتي أخوتي، نقعد مرتاحين مبسوطين، نضحك نحكي نتهرج، تلاقين دنيتنا غير. بمخيم اللجوء بيبقى للعادات الرمضانية السورية مكان ولو بالذاكرة. بس الله أيام سورية وأيام رمضان وأيام لمة الأهل، بعد هالفطور بتروحي لعند أهلك بتقعدي، أهلك بيجوا لعندك، أصدقائك، لا تواخذين بهالكلام. أيه يعني حلوة. نحن من 10 رمضان تبدأ عنا هنيك، شو بنعمل؟ نعمل الحلو، حلوة العيد. يعني نحن 10 كل نهار عند وحده، بنعمل الغريبه، بنعمل كعك العيد، بنعمل البرازغ، بنعمل الوربات، بنعمل كل شيء. انحرمناها هون والله، حياتنا ما عاد نجمع، حياتنا يعني ما ضل في جماعه يعني. الجماعه هي جماعه الاهل هون، انا واولادي، والحمد لله على كل حال. أما الأطفال فناطرين فرحة العيد. صار لهم 4-5 أيام بنقوا علي بدون تياب عيد هذول. كان امبارح بجيبي 1000 ليرة، طلب الولد 1000 ليرة أعطيته إياها. ولأخواتي بدي رايحين عيد، وبدي لأخوات الصغار ما عندهم حليب ولا شيء، ناطر عني نمرح ونلعب مع رفقات ونلبس تياب جديدة. يا أنا ما برتاح غير بلدي، لأنه كنا أول كنا مكيفين،
لما كنا قاعدين بامان الرحمن الحظ ايش صار بينا؟ صرنا نطفش بالحاويات، الحظ العالم صارت تنام على الطرقات، على الجسر، على بيروت، على الاراضي. والله مو هذا حرام؟ واحد ما يشتاق لبلده. كل رمضان الاولى ان شاء الله نرجع على سوريا، ان شاء الله بنرجع.